شفنا مع بعض إزاي بيصاغ اسم الفاعل سواء من الفعل الثلاثي أو من الفعل غير الثلاثي، كمان عرفنا إزاي اسم الفاعل بيعمل عمل فعله وإزاي بيكون عامل وإيه الحالتين اللي بيعمل فيهم وشروط الإعمال. علشان الموضوع ما يبقاش نظري وعلشان نطمن إن شاء الله يوم الامتحان لما يجينا أي سؤال نبقى مطمنين وعارفين نجاوب عن أي سؤال بيجينا، تعالوا مع بعض نشوف تدريبات على صوغ اسم الفاعل وإعماله ونتعرف الأسئلة بتيجي إزاي وكمان بنجاوب عنها إزاي، زي ما قلنا علشان إن شاء الله نطمن نفسنا ونبقى إن شاء الله من الأوائل. تعالوا نشوف الأسئلة بتيجي إزاي ونجاوب عنها ازاي. يلا بينا مع بعض. يلا بينا. اهلا بيكم على قناتكم قناة درس مش خصوصي مع محمود زكي. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة سارع بالاشتراك وفعل زر الجرس للكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، كمان اعمل لايك وشير للفيديو علشان الفايدة تعم والكل يستفيد. تدريبات على صوغ اسم الفاعل وإعماله، تعالوا مع بعض علشان ما نضيعش وقت نشوف التدريبات بتقول ايه، وهسيب لكم الموضوع ان شاء الله كتدريب تجاوبوا عنه في التعليقات وان شاء الله هقول لكم الإجابة صح ولا غلط، وبإذن الله محدش فينا هيغلط في أي سؤال. السؤال الأول بيقول لنا حدد مما يلي اسم الفاعل من الفعل الثلاثي. يعني السؤال ده عايزين نعرف اسم الفاعل اللي صيغة من فعل ثلاثي، وإحنا أفكركم كنا إزاي بنجيب اسم الفاعل من الفعل الثلاثي. لو كان الفعل الثلاثي صحيح كنا بنجيب اسم الفاعل يعني على وزن فاعل، ولو كان معتل الآخر كنا بنجيب اسم الفاعل على وزن فاعل لكن بيحذف ياءه الأخيرة اللي هي في آخر اسم الفاعل لو كان نكرة مرفوع أو مجرور، أما لو كان معرفة أو منصوب ففي الحالة ديت الياء بتثبت في آخر اسم الفاعل. الجملة بتقول المؤمن المتبع أمور دينه داع إلى منازل الخير. احنا عايزين من هنا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، يا ترى هو كلمة منازل ولا المتبع ولا داع ولا المؤمن؟ طبعا الاختيار لحضراتكم. سؤال آخر بيقول لنا خالد متفوق ويسعى أن يكون آخذا الدرجة العليا، يا ترى اسم الفاعل للفعل الثلاثي هنا هيكون خالد ولا آخذا ولا العليا ولا متفوق؟ نروح مع بعض لسؤال آخر. سؤال بيقول لنا الآمرون بالمعروف في هذا العالم محبوبون، اسم الفاعل الثلاثي يعني اسم الفاعل المشتق من فعل ثلاثي في الجملة دي، يا ترى الآمرون ولا محبوبون ولا المعروف ولا العالم؟ طبعا إن شاء الله يعني دي شكل أسئلة ممكن تلاقوها في آخر السنة. السؤال الرابع الجملة بتقول اعلم أن الأحداث التي تدور في عالمنا آتية لا محالة، ويا ترى اسم الفاعل من الفعل الثلاثي هل هو كلمة الأحداث ولا عالمنا ولا محالة ولا آتية؟ طبعا الإجابة متروكة لحضراتكم زي ما قلنا لحد ما نشوفها مع بعض إن شاء الله في التعليقات، وهرد على كل تعليقاتكم بإذن الله بالإجابة الصحيحة. نروح للسؤال الخامس، عايزين برضو نتعرف من السؤال ده على اسم الفاعل من الفعل الثلاثي. قال الشاعر يا كاتم الأسرار معروف الذي يفشي من الأخبار ما لا يهتدي، يا ترى اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الأسرار ولا الأخبار ولا كاتم ولا معروف؟ نروح لسؤال آخر بيقول لنا حدد مما يلي
اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي، واحنا لسه في صوغ اسم الفاعل، وان شاء الله في الامتحان هيجي لكم اسئله اما عن الصوغ واما عن الاعمال. الجمله بتقول: مجامله الاصدقاء في المواقف المعقده مؤديه الى تماديهم في الخطا. يا ترى اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي هل هو كلمه المواقف ولا مؤديه ولا مجامله ولا المعقده؟ السؤال الثاني: لا تكن من المخلفين وعودهم فتصير منبوذا مستباح العرض والمالي. يا ترى هنا برضو اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي هل هو كلمة منبوذا ولا كلمة مستباح ولا كلمة المال ولا المخلفين؟ نروح مع بعض للسؤال الثالث في نفس يعني المطلوب، عايزين نعرف اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي. الجملة بتقول: الحق متبع من الناس، والمال مستثمر بإخلاص، والعمر منته بلا اختلاس، والأجل مرجوء على أساس. يا ترى اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي هنا كلمة مرجوء ولا مستثمر ولا منته ولا متبع؟ طبعا نحاول مع بعض كده نفكر، والإجابة ليكم إن شاء الله، وتأكدوا إن كل سؤال بيبقى فيه فكرة. خلي بالنا. السؤال الرابع بيقول: إن مقاومة العدو منتهى الشجاعة من كل متق لشروره ليعيش حاضره ومستقبله بكل كرامة. يا ترى اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي هل هو كلمة مستقبله ولا كلمة متقن ولا كلمة منتهى ولا مقاومة؟ السؤال الخامس بيقول لنا: إنكم مهابون من عدوكم، مسموعة كلمتكم، منتمون إلى أوطانكم، مرجوة تطلعاتكم. هل يا ترى هنا اسم الفاعل للفعل غير الثلاثي هل هو كلمة منتمون ولا مهابون ولا مرجوة ولا مسموعة؟ سؤال آخر بشكل جديد عن الإعمال بقى مش عن الصوغ، بيقول لنا: بين فيما يلي سبب إعمال اسم الفاعل الذي تحته خط. وراجعوا كده معايا، وهسيب لكم إن شاء الله رابط الفيديو بتاع إعمال اسم الفاعل في صندوق الوصف علشان ترجعوا له تعرفوا إمتى اسم الفاعل بيعمل عمل فعله. البيت بيقول: الضاربون بكل أبيضة مخزم، والطاعنون مجامع الأضغان. يا ترى كلمة الطاعنون اسم فاعل طبعا، هل يا ترى هو عامل هنا علشان دل على الحال ولا علشان اعتمد على مبتدأ ولا علشان اعتمد على موصوف ولا علشان معرف بأل؟ نفس الصيغة: بين فيما يلي سبب إعمال اسم الفاعل الذي تحته خط. الجملة بتقول: إننا باذلون الجهد من أجل رفعة الوطن. يا ترى هنا اسم الفاعل باذلون هل يا ترى عمل لأنه دل على الحال ولا لأنه اعتمد على مبتدأ ولا لأنه اعتمد على موصوف ولا لأنه معرف بأل؟ الجملة الثالثة: ما متقن عمله إلا كل مخلص. يا ترى هل متقن هنا عامل لأنه دل على الحال واعتمد على استفهام ولا لأنه دل على الحال واعتمد على مبتدأ ولا دل على الحال واعتمد على موصوف ولا دل على الحال واعتمد على نفي؟ طبعا الإجابة لحضراتكم، ولكن بعد تفكير وبعد ما ترجعوا للفيديو اللي بيتكلم على إعمال اسم الفاعل وحالات إعمال. نروح لجملة رابعة بتقول لنا: أمهتد الطالب إلى الإجابة الصحيحة؟ يا ترى مهتد اسم فاعل عامل لأنه دل على الحال واعتمد على استفهام ولا لأنه دل على الحال واعتمد على مبتدأ ولا لأنه دل على الحال واعتمد على موصوف ولا لأنه دل على الحال واعتمد على نفي؟ سؤال آخر بيقول لنا: ميز فيما يلي اسم الفاعل العامل وغير العامل مما تحته خط.
أنا عندي الجملة بتقول الطالب عارف حق معلمه، وأنا عندي كلمة الطالب وكلمة عارف وكلمة معلمه، التلاتة دول يا ترى عامل غير عامل عامل يعني بترتبهم كده، ولا غير عامل عامل غير عامل، ولا عامل عامل غير عامل، ولا غير عامل غير عامل عامل؟ طبعا الإجابة متروكة لحضراتكم. سؤال آخر بيقول لنا برضو قرأت قصة لكاتب كبير مؤثرة كلماته، يا ترى الأولاني عامل والتاني عامل، ولا الأولاني غير عامل والتاني عامل، ولا الأولاني عامل والتاني غير عامل، ولا الأول والتاني غير عامل؟ نروح للسؤال الثالث في ميز فيما يلي اسم الفاعل العامل وغير العامل مما تحته خط. الجملة بتقول ما مصلح الله عمل المفسدين، يا ترى مصلح والمفسدين عامل وعامل، ولا غير عامل وعامل، ولا عامل وغير عامل، ولا غير عامل وغير عامل؟ سؤال تاني بيقول لنا ميز مما يلي إعراب ما تحته خط. الجملة بتقول المعلم شارح الدرس أمس، يا ترى كلمة الدرس هنا مفعول به منصوب، ولا فاعل مرفوع، ولا مضاف إليه مجرور، ولا خبر مرفوع؟ جملة تانية بتقول لنا لا متقنا عمله إلا المجتهد، يا ترى كلمة عمله هنا خبر لنا فعل الجنس، ولا فاعل مرفوع، ولا مفعول به منصوب، ولا مضاف إليه مجرور؟ الجملة التالتة نقدر الرجل القائل لسانه صدقا، يا ترى كلمة لسانه فاعل مرفوع، ولا مفعول به منصوب، ولا مضاف إليه مجرور، ولا نعت منصوب؟ الجملة الرابعة بتقول إن المتفوقين المعلم مانحهم جوائز، يا ترى كلمة جوائز فاعل مرفوع، ولا مفعول به منصوب، ولا مضاف إليه مجرور، ولا مفعول به ثاني؟ سؤال تاني برضو تحت نفس الصيغة ميز مما يلي إعراب ما تحته خط. الجملة بتقول المثقفون من بين الناس جميعا منتصرة أفكارهم، يا ترى أفكارهم فاعل مرفوع، ولا مفعول به منصوب، ولا مضاف إليه مجرور، ولا نعت منصوب؟ الجملة الستة بتقول كانت العواصم هادئة الشوارع في القرن الماضي، يا ترى كلمة الشوارع هنا فاعل مرفوع، ولا مفعول به منصوب، ولا مضاف إليه مجرور، ولا نعت منصوب؟ أما السؤال السابع بيقول لنا ما المؤمن كاذبا لسانه، كلمة لسانه فاعل مرفوع، ولا مفعول به منصوب، ولا مضاف إليه مجرور، ولا خبر ما منصوب؟ السؤال الأخير بيقول لنا برضو ميز مما يلي إعراب ما تحته خط. أمذاكر الطالب دروسه جيدا، يا ترى كلمة الطالب فاعل مرفوع، ولا مفعول به منصوب، ولا مضاف إليه مجرور، ولا نعت منصوب؟ بكده نكون وصلنا لنهاية التدريبات النهاردة، لكن كلامنا معاكم لسه ما انتهاش. إن شاء الله هنكمل فيديوهات كتير على النظام الجديد أو النظام الحديث نظام التابلت، وهنتعرف إن شاء الله أسئلة كتير سواء في النحو أو في كل الفروع. بفكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناة سارعوا بالاشتراك وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد. كمان ما تنساش لايك للفيديو وشير لأصحابك علشان الكل يستفيد، وإلى أن نلقاكم لكم منا كل الدعوات بالنجاح والتفوق بإذن الله.